للمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذة أمينة خيري المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم. مرحبا بحضرتك أستاذة أمينة. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. في البداية نريد أن نلقي الضوء أكثر على مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، كذلك مدى رضا أولياء الأمور مبدئيا عليه؟ طيب تمام، احنا طبعا الجدول اللي موجود في الانفوجراف هو ده جدول مقترح الجدول الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي 2018-2019. هو الحقيقه ده مجرد مقترح لسه في الاول، هو تم وضعه يمكن للمره الاولى على موقع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني بهدف تلقي الاقتراحات من قبل طبعا الطلاب والطالبات في المقام الاول، وبالتالي كمان اولياء الامور او حتى المعلمين اللي عندهم رغبه في ان هم يقترحوا نوع من انواع التعديل، طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان في عدد من الامتحانات من ضمنها مثلا اللغه العربيه اللي هي اليوم الاول من امتحانات الثانويه العامه، واللغه الاجنبيه الثانيه، والتربيه الدينيه والتربيه القوميه دي غير قابله للتغيير لانها مرتبطه بمواعيد كمان الامتحانات بالنسبه للشهادات الدوليه. فكره طرح المقترح على موقع الوزاره لتلقي المقترحات ده طبعا فكره جديده، اعتقد انها فكره ايجابيه جدا، اكيد تكون اطراف الضالعه في الامتحان كلها متوافقه على شكل نهائي، طبعا يعني مستحيل الناس كلها تكون واصله لاتفاق 100%، ولكن على الاقل ان بيكون تم الاخذ في الاعتبار بالمقترحات اللي ممكن انها تؤخذ في الاعتبار. بكره طبعا غدا ان شاء الله الاربعاء 27 فبراير ده اخر يوم لتلقي هذه المقترحات، بعد كده ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني في خلال ايام هيكون تم الانتهاء من دراسه هذه المقترحات واخذ في الاعتبار اللي ممكن تطبيقها عشان كمان اعلان الجدول النهائي للثانويه العامه. يعني سيكون متى تحديدا هذا الإعلان؟ يعني بمجرد إقرار أو يعني مجرد مناقشة هذا الجدول مع اتحاد الطلاب سيتم إقراره بشكل نهائي أستاذة أمينة؟ تمام، هو بعد كمان المناقشة مع اتحاد الطلاب، يعني يمكن كمان المناقشة مع اتحاد الطلاب واتحاد كمان أولياء الأمور، إن ده كمان بشكل يعني أفضل كمان من أشكال الديمقراطية والاستماع لجميع وجهات النظر اللي ممكن يستمع عليها من الأطراف الضالعة في الثانوية العامة. يعني إحنا ممكن ندي تقريبا أسبوع لحين الانتهاء من دراسة كل المقترحات سواء اللي جت للوزارة عن طريق الموقع أو كمان بعد طرحها للنقاش العالمي مع اتحاد الطلاب ومع اتحاد أولياء الأمور، تقريبا أسبوع بعدها يتم يعني الإعلان عن الجدول. أكيد شكرا جزيلا لكل هذه الجهود، وشكرا أيضا لوجودك معنا أستاذة أمينة خيري المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم.